السلك هذا ما فكيتوه؟ هذه الصندقة نشيلها بالونش. طب نحطها فوق السطحة. نبعد عنها. طبعا هذه كلفت تقريبا حوالي 18,000. صندقة متكاملة بيبانها سحابي. الله يستر. سبحان الله اللي علم الإنسان ما لم يعلم. شوف وين كيف وصل العلم. صنعوا آلات سهلة لو تقدم شوي من هناك ولا مشكلة. الجدار لازم ترجع بالسطحة، لازم يرجع بالسطحة. الله يستر. ينقطع بعد حبل ولا حد طيح علينا حديد. الله المستعان. الله من يوم شبينا الضوء فيها، الله من يوم سمرنا فيها. المستعان. على ما قال المطر الديمة ونشابين الضوء. أزين ما بتسمع صوت الوندقة، صوت المطر. يرجع الحين شوي. الحين ارجع. ارجع ارجع ارجع. اي نعم ارجع. ايوه. طبعا هو يوزن ويرجع. ارجع ارجع بعد. ارجع بعد. اهلك السلك. الله يستر. السلك وين ابوك؟ السلك. السلك ارفع ارفعه. لا خلاص اجل. ليش ما ارجع شوي بعد؟ الله المستعان. شهر الحين ينزلها على السطحة، بس طبعا لازم يوزنونها زين. لازم تقدم، قدم الصندقة شوي. طبعا هذا مجلس له سنوات طويلة، تقريبا فوق 25 سنة. اي بس يبغى لها وزنية. طبعا السبب اللي خلانا نجيب الونش لانها ما تفكك، لانها ملحمة الحين. هذا السبب. ما بلا البلكاش اللي مسمر ولا الباقي، لا حديد. لذلك الواحد لما يعني يصلح له مجلس من الحديد لازم يخليه تركيب. نعم يركبه على كيفه وينقله على كيفه المكان اللي يبيه.
ايوه تمام تمام ايوه اي خلاص تمام تمام ها عاد هاي نبي يرفعون على ما شاء الله تمام هالحين ها ما عليها ان شاء الله المستعان عز الله وسعت المحل صار مواقف سيارات اي نعم طبعا هالحديدة اقول الله يسر طبعا لما تكون السطحة ماشية في الطريق ودي وراها طلع السيارة تطيح والله على ما قال بتعدم عليها السيارة طولك الوين والله ما شاء الله تبارك الله المستعان لو هدينا مو ب ما تشيلها لا هذه طبعا سطحه اقول الله يسر على المكيف اي والله عشان ما يلطمونه والله صحيح دري يهتز الونش والله توكلنا نستودعه الله الذي لا تضيع ودائعه نستودعه الله الذي لا تضيع ودائعه زينة مكيفات لا مو بزينة ظهرنا 12 وحدة لا نوعية اصبر الحين على ما قال يصفط عفشة الله يجزاكم بالخير عز الله أقول عز الله أنهم ها هو اللي عز الله ودي من زمان والله زان وين قصك المصباح ها هاي هالحين ممتاز بس أفا سنجيب الونش وأسحب سيارة الله يحفظ الله يحفظ هذه السدرة لها فوق 40 سنة الله المستعان السدرة لها فوق 40 سنة أو حولها أما البيت هذا لها فوق 30 سنة أي نعم بناه الوالد الله يغفر له ويرحمه ويجعله في جنات النعيم اللهم يا الله لا أطيل عليكم
لكن ظهرنا بيقض الجدار يا. هذه سفينة الصحراء. ايوه اكسر شوي. اي وانتهينا ولله الحمد وفي أمان الله. الله المستعان. ذكريات جميلة عشناها في هذه الصندقة، المستعان، في هذا المجلس.